أول مرة شفت دم أغمى عليا، ما قدرتش أشوف دم لأني ما كنتش متعود على كده. كيف أصبحت قصة موت واحدة سبباً لأكثر من 30,000 قصة حياة، بل ربما لمئات الآلاف من قصص الحياة؟ كيف تسببت نهاية واحدة حزينة في عشرات الآلاف من النهايات السعيدة؟ فقط لأن طفلاً سأل، فقط لأنه رأى والده يبكي فلم يحتمل، فقرر ابن الخامس أن يبدأ رحلته الطويلة، رحلته المجهدة الصعبة، من أرض إلى أرض ومن سماء إلى سماء، يحمل فوق ظهره سنوات عمره الثقيلة، ويحمل في قلبه وعده القديم، الوعد الذي قطع لأبيه، الوعد الذي تحقق فعاد لآلاف القلوب أملها في النجاة. كان والدي طبيب، وأنا كنت دائماً وأنا طفل صغير معجب باللي بيعمله، وبعدين أخته الصغيرة توفت من مرض الروماتيزم في القلب وهي كان عمرها 22 سنة، وهو جاله انهيار وأنا كان عندي يمكن 5 سنين. قلت إيه الحكاية؟ قال لي أسكت بقى ما تتكلمش. قلت له بس أنا عايز أسأل ليه أنت عندك انهيار كده؟ قال لي أختي الصغيرة اللي كانت نور عيني ماتت وكان ممكن أنها تعالج بعلاج مش موجود هنا في مصر، ده ابتدى في دول في السويد وفي أمريكا وفي إنجلترا. قلت له فين في إنجلترا؟ قال لي اسم. فأنا قلت أنا هروح أشتغل مع الراجل ده وأنا هبقى طبيب جراح قلب. قال لي ساكت هتبقى جراح، أنت ما عندكش أي مواصفات تخليك. فأنا بقى من يوميها وأنا صممت إن أنا همشي في الطريق ده. كنت دايما بشتغل كتير وبس كنت هادي جدا، وكانوا الناس يقولوا ازاي هو متفوق كده وهو هادي وما بيتكلمش، حتى في وقت من الاوقات قالوا ده هو ريتاردد، يعني المخ بتاعه مش كويس لانه ما بيتكلمش. ويبدو ان قله الكلام التي جعلت من مجدي يعقوب صغيرا مختلفا جعلت منه ايضا جراحا مختلفا. اول عمليه جراحيه كنت قبل ما انا شو كان كنت بساعد والدي، فكنت انا في كليه الطب، فقال لي عشان انت هتطلع جراح فتعال ساعدني. فأول مرة شفت دم أغمى عليا، ما قدرتش أشوف دم لأني ما كنتش متعود على كده. اللي أنا كنت عايزه كنت عايز أوصل للعلم على أعلى مستوى، فروحت بالأول السويد والدنمارك وألمانيا، وبعدين اخترت إنجلترا لأن احنا كنا بندرس بالإنجليزي. أول ما وصلت بريطانيا الناس قالوا الراجل ده جاي منين؟ كان في حصل حرب بين مصر وبريطانيا. بعدين الحاجة الغريبة بقى ان مع الشغل وبتاع كل الناس قالوا يا نهار ابيض ده احنا هنحبذك جدا. وبعدين كان في تحديات تانية، دلوقتي كنت من بره بريطانيا وبيقولوا لي انت مش وانت راجل مغترب، دلوقتي الملكة بتديني اعلى وسام عندها وتقول لي انت بتمثل أحسن حاجة عندنا في إنجلترا وإنت إنجليزي بس وإنت مصري كمان. ظل يعمل حتى أسكت الجميع وهم يشاهدونه يتلقى أعلى وسام من ملكة البلاد. إنما هنا في أسوان الحاجة المهمة جدا إن إحنا نكون في مستوى عالي جدا جدا ويوصل كل الناس وما فيش تفريق بقى. دي أهم حاجة في الموضوع، إن كل الإنسانية هي إنسانية، لونك إيه، شكلك إيه، دينك إيه، أنا ماليش دعوة. سلاسل الأمل دي ابتدت من 25 سنة وأنا اللي أسستها، فكوننا المجموعة دي هي سلسلة الأمل، إنها تروح وتخلي تدريب للموجودين الأطباء. إنجازاتها إنها موجودة في 15 دولة دلوقتي. طبعاً في اكتشافات جديدة جداً، في خلايا جذعية طالعة من الجلد وبعدين بنعمل منها خلايا قلب من الإنسان نفسه عشان تعالج المريض، وتعالج المريض بأي طريقة بنسميها personalized medicine عشان تنفع المريض نفسه مش تنفع حد تاني. بنبني مستشفى ضخمة في 6 أكتوبر جنب الهرم. المشروع ده هيكلف أكتر من 350 مليون دولار،
ده كلها دي من دونيشن، من تبرعات. والقلب طبعا هو يعني بيعمل المشاعر، انما طبعا قلبي في جميع انحاء العالم. انا للانسانيه كلها اتعلمت من الحياه ان الواحد لازم يكون مؤمن بالرساله بتاعته، واحد، واثنين ان يكون متواضع. كنت اتمنى ان يكون الوالد موجود، لان هو طبعا هو اللي الهمني ومؤمن برساله الطب، لان خصوصا وانا لما كنت صغير جدا قال لي ان عمرك ما هتوصل، لانك انت متهرجل جدا وما انتش نبيه جدا. نعم، كسب السير مجدي يعقوب الرهان وانتصر بالعمل وليس بالكلام.